أنا الأستاذ بوعتلوس يحيى من متوسطة المأمون، أيضا هما يشاركوا بهذا الاحتجاج. تفضل الأستاذ مش تقول. أستاذ بوعتلوس يحيى من متوسطة المأمون، هنا عندنا مشاكل عديدة جراء تصرفات المدير اللي حتموا علينا، عنده مشاكل في عدة متوسطات السابقة. رغم هذا خلاو المدير مالغري درنا التزام مع هذا المدير، عندنا التزام نبقى بنفس المشاكل نفس الخروقات. رغم هذه المشاكل تجاوزت فيها حقوق الاساتذه، اعتداء على كرامه الاساتذه، خروقات في مختلف المجالات، مجلس التربيه والتسيير يتجاوز وخلاص يدير اجراءات بلا ما يرجع للمجلس الاساتذه اصلا. كاين اساتذه سب الشتم، كاين امور كبيره وكثيره. علاقته مع الاساتذه هي علاقه سيئه، ولهذا انتم تعتقدوا بلي لازم تقول الاحترام ما كانش خلاص في مجالس، ما كانش احترام خلاص اساسيه. ولكن الوصايه ما دخلتش باش تاخذ اجراءات، انت تطالبوا بلي الوصايه تدخل تاخذ اجراءات تطبق القانون بطبيعه الحال. هكا هذا هو المطلب، تطبيق القانون تجاه هذه التصرفات وتجاه التجاوزات للقانون من طرف المدير. رغم انه كان التزام التزم به المره السابقه، لانه الاحتجاج تاعنا بدا من السنه الماضيه وفي سبتمبر في الدخول المدرسي هذا، رغم هذا ما كانش تجاوب من طرف المديريه، مضى التزام وزاد خرقوا ما التزمش بالبنود الالتزام، وهذا هو الشيء اللي زاد رجعنا للاحتجاج. شكرا، بارك الله فيك. تدخل مصاير. شكرا.